Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ye 8 duaen padhne ka ihtimam kijiye ga. Pehla hai Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم واقية كواقية الوليد يا حنان يا منان يا حل المشكلات رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة یہ 8 دعائیں صبح و شام پڑھنے کا اہتمام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.